البشر يعني وجد لهم جميعا يعني ها عدة معوقات، سواء في العمل، في الدراسة، في التجارة، في الحياة، الأصدقاء، الحياة الأسرية، الحياة الزوجية وغيرها. لذلك يجب معالجتها بطريقة صحيحة تؤدي بالفرد إلى إيش؟ إلى التطوير، هذا التطوير من إمكانياته، إمكانياته ومعرفته والتعرف على نقاط القوة ونقاط الضعف وكيف أنه يتعاون ويتعامل معها، وهذه القدرات يطور من هذه القدرات وهذه المهارات حتى أنه يستطيع يطور نفسه هذا الفرد ويتواكب مع كل اللي حوله ويكون مرن في كل الأحداث اللي تحصل له في حياته. اليوم موضوعنا مع الأستاذة لطيفة الصالح وهي مستشار في تطوير مهارات الأفراد. مساء الخير أستاذة. مساء الورد. حياك الله. الله راشد، الله يحييك. كيف حالك؟ بخير الله يسلمك. الحمد لله. اليوم الفرد اللي نحكي عنه نبي نتكلم عن الفرد الكويتي. نعم. طيب اليوم الفرد الكويتي من امرأة ومن رجل اختار المرحلة السنية اللي انت تبينها، تشوفين اليوم عندهم هذا الوعي الكافي وهذه الثقافة انه فعلا وصل الى تطوير مهاراته، تطوير ذاته، تطوير الفرد نفسه، قاعد يطور من نفسه، ولا فعلا هم اليوم محتاجين ان احنا ننبههم ونشرح لهم ونقول لهم يا جماعة التطوير مهم جدا في حياتك ولازم تطور من نفسك، عندهم هذا الوعي؟ الوعي موجود أمانة. مسي عليك أخوي راشد وعلى المشاهدين. الوعي موجود، بس هو اللي مفروض يتكرر التنبيه، التذكير بأهمية التطوير. لو تلاحظ الحين في الأونة الأخيرة انتشر في الكويت موضوع الدورات التدريبية على وسائل التواصل الاجتماعي، تلقى في تويتر، في الانستغرام. الدولة تعز ميزانية كبيرة للتدريب في مؤسساتها، القطاع الخاص لا ميزانية محددة للتدريب، فهذا كله إيمان بأهمية التدريب بين قوسين التطوير. نعم. نرجع إحنا الحين حق الشخص الفرد بروحه، ما في عزوف، موجودة الرغبة، بس عاد أنت في الفرق اللي ياخذها بجدية واللي ياخذها كنوع من التجربة، والله أنا الناس قاعد تجرب خل أروح أجرب، بس هل هو راح يتغير بعد التجربة اللي خاضها بالتطوير أم لا؟ العزم اللي يكون موجود لدى الفرد في تطوير نفسه يختلف من شخص إلى آخر. هاي يعني في ناس تأخذها بعين الاعتبار وفي ناس تأخذها مجرد أن أنا وظيفتي أرسلتني لهذه الدورة، أني أنا قضيت هذا النشاط هذه الدورة وانتهى الموضوع، مجرد أن يصير موجود 100%. والبعض لا يأخذها بعين الاعتبار إذا راجع للشخص نفسه. راجع كل شيء، راجع الشخص نفسه، لأن أنت تنحط لك ظروف أنك تأخذ التطوير أو توجه للتطوير، بس أنت كفرد هل راح تأخذه؟ هل راح تاخذ بعين الاعتبار؟ انت راح تغير من نفسك، تفتح لمداركك عملية التطوير. بالأمانة بشفافية، هل فعلا هذه الدورات تطور الفرد فعلا؟ طبعا استاذ راشد، اي شيء في الدنيا محتاج انه يتطور. نعم. الطاولة قدامك اول ما صارت طاولة صحيح. كان شكلها عادي. نعم. بس مرت بمراحل، الحين شنو عندنا؟ موديلات طاولات صحيح. تناسب الاذواق، المكان، عدل. السايز، الماتيريال، المواد الاولية اللي تكون موجودة. فأنت الفرد أنت مجامد، أنت ما أنت مشين تبرمج، أنت شخص عندك أحاسيس، عندك عقل، عندك قلب متغير على حسب متغيرات اللي حولك وظروف. فأنت كشخص يجب أن تطور من مهاراتك. يمكن الشخص الله يسلمك في بداية عمره، يعني إحنا لو حين نيجي المرحلة الأولى، ترى عمليتنا كلها تطوير. أنت الفرد طفل صحيح. بين أمه وأبوه أول شيء شو تسوي؟ تدرب، تقول له ماما بابا، تناقي، تلعبه، هذا تدريب، هذا تطوير من مهارات، هذا بالفطرة سبحان الله. سبحان الله. تي تعلمه شلون يمسك القفشة أول شيء الأم توكله، بعدين نعلمه شلون يمسك ياكل، يبتدي شوي شوي تعلمه شلون يمشي، هذا كله تطوير. زين احنا تقبلناها على عيالنا وهم صغار، لما نمر في المراحل العمرية كل مرحلة يبيلها تطوير يناسب العمر اللي انت فيه. سألتني حضرتك ان الناس تتقبل او تتغير بالضبط، يعني هذا التطوير، هل التطوير نفسه ادواته تتغير، ادوات التطوير معاييره مقاييسه؟ 100%. طبعا هناك نتائج استاذي راشد، ولا كان انا وانت واليوم وكلنا اللي موجودين مو على هذا المستوى من الكفاءه. التكنولوجيا اللي موجوده في هذا العصر، مؤسسات الدوله، الانفتاح على التكنولوجيا، كل هذا محتاجه تطور في مهارات الانسان. صحيح. التواصل اللي موجود الان، تقبلنا للانترنت، هذا كلها كيف نكيف انفسنا معاه exactly. ونسخره لخدمتنا في النهايه، فهذا كله تطوير في شخصك. يعني انت لو تشوف الحين كبار السن الله يحفظهم مو متقبلين مثلا الجهاز التليفون، وانه مو عارفين، لان هم ما وعوا في مرحله تدربوا او
هيئ طوروا من نفسه لاستقبال هذا مهاراتهم التطوير. على وسيلة التواصل هذه. نعم عندهم وسيلة التواصل هي فيري كلاسيك، التليفون العادي. احنا في جيلنا لا، لأن مرينا في ظروف طورنا من مهاراتنا، تعلمنا، أدى إلى تقبلنا لتطور مراحل معينة في حياتنا. نعم، شنو هي المعارف الثلاثة اللي أهمية تطوير الفرد لنفسه؟ في معايير، ثلاث نقاط يعني هذه مهمة لازم ناخذها بعين الاعتبار. صح، شوف، هو أهم شيء التواصل، الكوميونيكيشن. حلو. وقت ما أنت تكون موصل جيد فأنت أمورك كلها طيبة، لأن بالتواصل يصير خدمة العملاء، يصير التفكير الزين، يصير تقدر تاخذ قرار لأنك أنت موصل، تقدر تعبر عن نفسك، ما في خجل، ما في الله يسلمك نوع من تردد التردد، الخوف، الرهبة، والغموض نفسه. لأنك أنت مو موصل جيد للمعلومة، تقدر تعبر عن نفسك. رقم اثنين المرونة، لما أنت تكون فلكسبل. من شوية أنا سمعتك المرونة قلت بالمقدمة اكزاكتلي سجته وأنا ابن قلت هذه تيمية. الكلمة وايد حلوة، لأن أنا دائما أركز عليها حتى في برامج التدريبية نعم لكل الفئات العمرية. للأصغر، أصغر واحد أنا أدربه يكون عمره، يعني أصغر عمر مر عليه 10 سنين، ما إلى شاء ما شاء الله. الله موظفين كبار في الدولة أو نعم في القطاع الخاص والقطاع الحكومي. المرونة هي مفتاح نجاحك. انت مرنه من هذه الاعمار وكيف انك تتماشين معها. لازم، رجعت أقول لك أستاذي راشد، إحنا مو مكاين، إحنا لازم نتغير مع طبيعة الشخص اللي قدامنا. صحيح. نبي نكون ناجحين في حياتنا لازم نكون مرنين. فإحنا قلنا الحين جود كوميونيكيشن، نعم تواصل، بعدين قلنا مرونة، إنك أنت تكون مرن. الشيء الثالث اللي أنا أعتقد من منظوري المتواضع، إنك أنت تكون إنسان إيجابي ومتفائل. إيجابية. هذه الأشياء إذا عندك هالأشياء الثلاثة، هالمهارات، فأنت بالطبيعي دفنتلي بتكون إنسان بديت عفوا أتطور من نفسك. عندك تقبل، موصل جيد للمعلومات، ورقم ثلاثة متفائل أو إيجابي. ومرونة. المرونة نعم والتفاؤل والإيجابية والتواصل، يعني good communication. ليش الإيجابية؟ لأن الحياة فيها ضغوط، حياتنا فيها كثيرة من الضغوط، صحيح. ضغوط العمل، حتى الشارع نفسه، نعم الازدحام، صح متطلبات صح الحياة، الأسرة، الأطفال، حتى الطفل عنده ضغوط. فأنت عشان تطور من ذاتك you have to take everything easy، تكون سلس ومرن بالتعامل مع هذه الأمور. نعم يختلف اليوم التعامل ما بين المرأة والرجل، المراحل العمرية ما بين المرأة والرجل في ظل هذه الزحمة في العمل، الزحمة في المطاردة وراء آخر الصيحات، آخر الناس تهتم بالسفر، ناس تهتم بالموضة، ناس تهتم كل واحدة، في كل في واحد في له علاقاته، تطلعاته. إيه، وكل واحد ما بين الرجل ما بين المرأة في عملية أيضا إعطائهم في هذا التطوير. يختلف التطوير في هذا الجانب لما أكون أتعامل مع امرأة غير لما أتعامل مع رجل. طبعا استاذي، استاذ راشد، طبعا هني على مهاره الشخص اللي واقف مع المجموعه هذه. يعني انت يكون عندك مجموعه فيها الفئتين، الرجال والنساء، فانت نعم تتطلب انك تعرف شخصيه كل واحد، وبناء عليه وعلى احتياجاته تطور من مهاراته. نعم يعني مواضيع كثيرة حول هذا الموضوع أستاذة الله لطيفة، يسلمك. لكن اليوم الدولة كدولة ورؤية الدولة وبنائها وتنميتها واقتصادها وأمور هذه كلها، هذا لا يمكن تبنى إلا بالبشر نفسهم، البنيان في طبعا البشر وليس في الحجر. طبعا أهمية التطوير والتدريب، تطوير الفرد وقدراته في قضية تنمية الدولة، نبي نربط هذه العملية. 100% الأهم في تطوير الدولة نعم وتقدم دولتنا هو الفرد نفسه. نعم هي لا هي المكاين ولا هي الأجهزة الكهربائية ولا هي التكنولوجيا، هو الفرد نعم اللي بيكون عندك. هذا الشخص اللي قاعد في المؤسسة نعم أو في الجامعة، الطالب، وقت ما كان عنده مهارات تصل ترقي في مستوى الدولة، فإحنا أكيد بيكون عندنا تنمية. شنو فائدة المباني، الأبراج العالية، بالضبط وفائدة آخر أنظمة الكمبيوتر والمكاين، إذا صحيح. ما في عقل بشري يشغلها ويطورها ويعمل على أداء فعال ليرقى بالمؤسسة اللي هو يشتغل فيها، وبالتالي يرقى في المجتمع اللي هو نعم مجتمع. فديفنتلي التنمية البشرية، المان باور، هو اللبنة الأساسية في تنمية أي مجتمع. يعني نصيحتك في ختام هذا اللقاء أن على الدولة أن تهتم في هذا القطاع اهتمام طبعا كبير جدا، وهي إدارة التطوير والتدريب في كل وزارة موجودة يعني أعتقد. اكزاكتلي، وعلى الفرد نفسه اللي تنحصل، يعني يترشح لدورة أو أنه يكون في مكان ما،
يصرف عليه انه ياخذها بعين بايجابيه الاعتبار. بعين الاعتبار ويطور من نفسه. بالضبط. والتطوير مو بس بحضور الدورات، التطوير بالقراءه، نعم التطوير بالانفتاح على المجتمع الثاني، تبادل الخبرات، تبادل صحيح. المعرفه، السفر، هذا كله فيه تطوير. نعم بارك الله فيك استاذه لطيفه الله الصالح، يسلمك. مستشار في تطوير مهارات الافراد، وسعد جدا باللقاء معك. الله يسلمك، اشكرك، انا شكرا. لي سعيده، شكرا جزيلا. العفو، الله حياك الله، يسلمك، هلا الله مرحبا. يسلمك. كل شكر ضيفتنا الكريمه، مستمرين معاكم بعد الفاصل.